ونبص على شويه فيتشرز ثانيه لللايبرري. اللايبرري زي ما قلت لك انت تقدر تعمل فولدرز، وبنصحك ان انت تعمل فولدرز وتقسم شغلك جوه الفولدرز باساميهم عشان ما تتلخبطش. طيب احنا كمان نقدر نعمل ديليت للسيمبلز، تمام، ونقدر نعمل ديليت للفولدرز، تمام، ونقدر نعمل حاجه ثانيه. ان انا لو عملت فايل تاني او هعمل مثلا اختار ده مثلا، ده كنا فايل عملنا فيه اشتغلنا فيه قبل كده تقريبا من اربع دروس تقريبا، تمام، بقى عندي اتنين فايل انا شغال فيهم. الفايل ده اللي هو التايم اللي كنا بنشرح فيه التايم لاين، تمام، وعملنا فيه موشن توين، جواه اللايبرري بتاعته جواها توين 1 2 3 4 5، دول توينز جوه اللايبرري. طيب لو انا عايز اخد حاجه من اللايبرري دي اوديها اللايبرري تاني، يعني لو انا عندي ملف قديم كنت عامل فيه حاجه كويسه وعايز انقلها لملف جديد، لو اخترت كده انا هنقل من ده لده. طيب لو انا عملت اللايبرري دي اللي هي التايم، تمام، وعملت لها دراج هنا، تمام، ورحت على تايم هنا فاضي وهنا فاضي. طيب انا عايز ادراج السيمبل ده اللي هو توين اوديه اللايبرري التاني، ازاي ممكن اوديه؟ طيب لو عملت كده وهرجع اللايبرري دي مكانها، تمام، وهاخد التوين ده من هنا اوديه هنا، كده بقى عندي توين من لايبرري راح اتنقل فايل تاني، تمام. يعني لو رحت انتايتلد بقى جوه توين واحد اللي هو ده اللي انا نقلته لسه من تايم لاين، لو توين واحد بقى هنا عندنا توين واحد، تمام. توين واحد طبعا اوبجكت اتنقل من مكان لمكان. لو عملت له سيلكت هو مكانه اهو في فريم 20، تمام. لو رجعت هنا، هنا مفيش حاجه، ممكن اخد الفريم ده واقول له كوبي فريم، واجي هنا واقول له بيست فريم، تمام. كده بقى عندي ده من اول هنا لحد هنا بيتغير، وعندي توين واحد، تمام، ودي انستنس اوف توين واحد. طيب لو انا ده هنا وده هنا اخليه كده هنا، تمام، وهقول له كرييت موشن توين، هنشوف ايه اللي يحصل. ادي كرييت موشن توين عملناها قبل كده. طيب لو عملت اونيون سكيننج عشان اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط، هوسع الماركر بقى كده، عندي التويننج بيتم من خلال ال 20 فريم دول، ده اللي بيحصل في اوله ده اللي بيحصل في اخره. طيب هقفل الاونيون سكيننج، تمام، وهوريك شويه حاجات ثانيه خاصة بالموشن توين. الموشن توين انت ممكن تعمل فيه ايه؟ لو انا جيت هنا على الشيب بتاعنا ده وجيت على الكولر بتاعه في البروبرتي تحت، تمام، وغيرت البروبرتي بتاعته بتاعت الكولر للالفا، الالفا هنا 100%، يعني ده اللون البني ده 100% سوليد، تمام، هوطيه شوية، يعني هفتحه شوية، تمام، وهبص هنا على الاونيون سكيننج وشوف ايه اللي هيحصل، تمام. هنا ممكن اشيل الاوت لاين كمان بتاعه. طب نشوف ايه اللي هيحصل. ده اللي هيحصل ان هو كل ما هيتحرك كل ما لونه هيغمق، تمام. طيب لو انا جيت احرك الاوبجكت ده من هنا نقلته هنا، تمام، اللي هيحصل هو ان انا لما هبتدي احرك ده الحركه كلها هتبتدي تنقل عشان عايزه تقابل الماركر في نمره 20 او في فريم 20. طب انا عايز الاثنين يمشوا خط واحد زي ما كان بس بيبتدوا تحت. لو انت فاكر في الشيب توينج، تمام، عملنا نفس الحركه دي. طيب هندوس كنترول وزد، اوكي، كده رجعه لنا مكانه زي ما كان، هنا عند 20 وهنا عند 1، تمام، وهدوس على edit multiple frame. edit multiple frame هو بيوريني ادي عند 1 وادي عند 20. لو عملت كنترول واي
اختار لي الاثنين مع بعض، لو هدرج واحد الاثنين هيدرجوا مع هيتعمل لهم دراج مع بعض كده، يبقى انا قدرت اغير مكانهم من مكان لمكان. طيب ايه تاني ممكن؟ الاول نعمل نقفل الايديت مالتيبل فريم تمام عشان ما نحيرش فلاش، لان هو لو هتنقل من فريم من بنفس المود وتبتدي تشتغل في حاجه تاني هفترض ان انت في المود القديم اللي هو ايديت مالتيبل فريم وهيبتدي ينفذ نفس اللي انت بتعمله. طيب التوين ده او الموشن توين ده اللي بيحصل فيه ان هو بينقل ده من هنا لهنا، طب ده بس اللي نقدر نعمله؟ لا، احنا ممكن نعمله سكيلينج. سكيلينج يعني نغير الشيب بتاعه تمام، يعني دايره صغيره اهي تمام، بمجرد ما هيبتدي ننقل هنا تبتدي تكبر تتحرك تمام لحد ما توصل للاخر. ايه تاني ممكن نعمله؟ طيب هبص كده على دي هغير حجمها شويه عشان بس نعرف ايه اللي ممكن يحصل تمام، وهاجي اخش جوه الشيب تمام وابتدي اعدل فيها، مثلا همسح حاجه صغيره كده عشان اميز اللي انا بعمله تمام، ونرجع لسين واحد تاني وندوس على السهم تشوف ايه اللي بيحصل. زي ما انت شايف ان انت بدل غيرت السيمبل فتحتها، انت اصلا غيرت انستنس اوف سيمبل، يعني التغيير اللي انت عملته برضو تم على اللايبرري وتم على الفايل تمام. اعمل كنترول وزد اوكي، لان هو حسب كل واحده كل حركه انا عملتها بحركه تمام، فرجع لي الوضع للوضع اللي انا كنت عليه. طيب الشيب مي زي ما احنا ما قلنا بيغير الالفا، وايه تاني؟ والبرايتنس والتين وادفانسد. ادفانسد ده موضوع كبير هنخش فيه بالراحه بعد كده، لكن على الاقل ممكن اغير البرايتنس مثلا تمام، البرايتنس بتاع الشيب ده 100% هغير البرايتنس. طبعا البرايتنس درجه البريق او درجه الوايت اللي على الكالر تمام، وهبتدي احرك تاني اشوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين ان هو عند فريم 20 بيرجع نفسه لفين؟ للستيت الاولاني، يعني هو بينفذ كل الحركه دي بيعمل فيها موشن توين. طيب عشان انا اميز ما بين الموشن توين والشيب توين، فلاش بيديني الكولر ده بتاع الموشن توين. لو احنا فاكرين الشيب توين كان لونه ايه؟ كان لونه اخضر فاتح. عشان نفتكره هرسم حاجه ثانيه، انا اسف، كنترول وزد احط تايم لاين ثاني هنا، احط دايره لونها اخضر، هنا هحط مر اف 6 تمام، هاجي هنا ادرج الشيب بتاعي ده هنا واعمل فيه حاجه ثانيه، انا اغير السايز بتاعه تمام، وهاجي على اول واحد هنا اقول له شيب تمام. زي ما انت شايف ده بنفسجي اللي فوقه اخضر زي ما اتفقنا، سهم ديل وراس تمام، معنى كده ان الانيميشن بتاعنا ماشي صح. يعني لو همشي الماركر اهو اوكي، ابتدي امشي الماركر زي ما انت شايف، واحده بتعمل لها موشن توينينج والثانيه بتعمل لها شيب توينينج. فرق ما بين الاثنين لان الاثنين مختلفين. احنا اتفقنا ان الموشن توينينج بيتعمل على السيمبل، لكن الشيب توينينج بيتعمل على الشيب. افتكر دي كويس، هنكمل بعد كده مع الموشن توينينج نعمل بيه حاجات تانية. اشوفك الدرس الجاي.